كابتن احمد عبد الفتاح طبعا لاعب النادي الاهلي السابق. كابتن احمد برحب بيك في اخبار اون تايم. ازيك يا ابو حميد؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع. رمضان كريم عليك وعلى كل اسرتك. في البدايه النادي الاهلي عنده النهارده موعد مهم جدا مع فاركو، واحد من الفرق الكبيره اللي بتقدم عروض طيبه جدا، طبعا هي في متوسط الجدول، ولكن النادي الاهلي بيدرس خطته ان هو يصل الى تصدره والحصول على درع الدوري اللي غاب عنه بقاله موسمين. رايتك للمباراه النهارده ايه؟ والله انا شايف المباراه طبعا صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد خروج من المباراه والموقع اللي فاتت، مباراه صعبه مع بيراميدز والفوز بالكاس. انت عارف لعيبه النادي الاهلي تخرج من بطوله على طول، دي احتفالات بتاخد وقت قصير جدا، وبعدين اللعيبه تخش تركيز في بطوله ثانيه اللي هي بطوله الدوري اللي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها موسمين، واللي اللعيبه السنه دي مركزين تركيز قوي جدا، اسكان اللاعبين واسكان الاداره مركزين ان الدوري لازم يبقى السنه دي ان شاء الله في الجزيره. مباراه فاركو بقى ليها طابع خاص، لان مش فاركو، لا مباراه طابع خاص بين النادي الاهلي وبين كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري من المدير الفنيين الناجحين جدا في الدوري المصري، واللي عاملين نتائج ايجابيه كتير جدا قوي جدا مع انديه كبيره جدا، بدايه من حرس الحدود واللي كان الغلبه في وقت طويل جدا مع كابتن طارق العشري والفوز ببطولتين من النادي الاهلي كاس مصر. كابتن طارق العشري ليه اسلوب معين في طريقه اللعب مع النادي الاهلي، بيعرف بيلعب بشكل معين، بيعرف يقفل كويس، بيعرف يلعب على الهجمه المرتده، طريقه اداؤه في الدوري المصري بيعرف يجمع بلاط كويسه جدا، وده يفكرنا لو رجعنا شويه من ساعه ما مسك كوفاركو كان في موقف صعب جدا في اول الدوري، لكن كابتن طارق عمل نتائج ايجابيه لغايه ما وصلهم دلوقتي الاهلي في المركز الثاني، فدي نتائج ايجابيه قويه جدا مع كابتن طارق العشري. يمكن زي ما انت بتقول طبعا طبيعه شخصيه كابتن طارق العشري بتبقى مختلفه وبيبقى يعني بيصعب الجيم على اي فريق، لكن لو اتكلمنا وما زلنا عن النادي الاهلي وابرز الغيابات هيبقى السوليه وبعض العناصر سواء بقى استبعاد فني او بعض الاصابات، هل السكواد بتاع النادي الاهلي جاهز لهذه المباراه من وجهه نظرك؟ بص يا احمد، السنه دي ما شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي عامل سكواد على اعلى مستوى. لو فكرنا كده في مركز النادي الاهلي تلاقي واحد او اثنين مفيش فرق بين الاساسي والاحتياطي، بمعنى لو فكرت مثلا في ناحيه اليمين في محمد هاني في خالد عبد الفتاح، تتكلم على حته المساكين، بتتكلم لو كان في بدايه عبد المنعم متولي ياسر ابراهيم غياب رامي ربيعه طبعا النهارده، ناحيه الشمال في معلول، تخش على نص الملعب غياب السوليه ما عندكش مشكله، انك عندك ديانج، عندك مروان اللي عامل اداء ولا اروع الفتره اللي فاتت ساعه ما انتقل من الاتحاد، بتكلم في حمدي فتحي، فبتكلم على المهاجمين بقى كان في كهربا واداء جيد الفترات اللي فاتت، محمد شريف، حتى لو شادي لعب برضه من اللعيبه الجيدين جدا. خش على الاجنحه اذا كان احمد عبد القادر، رجوع طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرتي تاو، فسكوات على اعلى مستوى. لو جيت فكرت اي حد يلعب فيهم اذا كان اساسي او احتياطي، مفيش اساسي او احتياطي من النادي الاهلي، مستر كولر عنده مجموعه من اللاعبين ممكن اي حد في اي وقت، مفيش مشكله خالص. طب لو رحت معاك لعبد القادر بما انك ذكرته، يعني برايك شايف العرض اللي بيقدم ليه من سيسكا موسكو الروسي، هل يعني النادي باحتياج لاحمد عبد القادر من وجهه نظرك؟ طبعا هي في الاخر هي بتبقى وجهات نظر سواء للاداره الفنيه او لمجلس الاداره، وفي النهايه بترجع لرغبه اللاعب، لكن انت كراجل محب ولاعب سابق للنادي الاهلي، رايك ان رحيل عبد القادر في التوقيت ده هيبقى مناسب ليه في مصلحته او مش في مصلحته؟ لو بتنصحه يعني. بص بصراحه هي في مصلحه الكره المصريه، لازم نزود عدد اللعيبه المصريين اللي بيلعبوا في اوروبا. دي اجابه ثانيه خالص يا كابتن مصر، اجابه دبلوماسيه قوي، اجابه ثانيه جامده جدا. اكيد طبعا، لان فعلا انت لو فكرت مثلا اذا كان فرقه المغرب، اذا كان تونس، اذا كان بلاد افريقيا، بتلاقي عدد كبير جدا بيلعبوا في اوروبا، احنا عددنا برضو بنلعب في لعيبه كتير، لكن برضو عايزين نزود العدد، لازم نزود الخبرات، لازم نزود الاحتكاك بالنسبه للاعب المصري عشان يفيد منتخب مصر. بالنسبه للعقليه بالذات، لعقليه اللاعب المصري لازم يكون عنده عقليه احترافيه. احمد عبد القادر عمل التجربه دي وهو صغير، ممكن تفيده لو هو قرر التجربه. اتمنى من النادي الاهلي يديله الصلاحيه او يديله الامر ان هو يروح فعلا سيسكا موسكو، فرقه محترمه تلعب في الشامبيونز ليج. فاتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ما يقفش في طريقه، والنادي الاهلي طبعا
طول عمره ما بيقفش قدام طريق اللاعب وعنده بدل البديل لواحد واثنين وثلاثه. اتمنى ان شاء الله التوفيق لاحمد عبد القادر والتجربه دي ان شاء الله تكون لصالحه، لان احمد عبد القادر فعلا لاعب مميز جدا، لاعب مهاري، لاعب بقالنا كتير ما شفناش لاعب بهذه المهاره. يعني من الايام لما انا ابتديت اشوف احمد عبد القادر فكرني بوليد صلاح الدين، وليد صلاح الدين برضه كان من اللعيبه الكبار جدا في المهاره، احمد عبد القادر رجع يفكرنا بالمهارات دي، فاتمنى ان شاء الله التوفيق للفتره الجايه. اكيد بعد مباراه اليوم عند الاهلي سموحه قبل المباراه المرتقبه للرجاء، الاهلي طبعا عنده القدره والشخصيه ان هو يعرف يخرج من انكاس يروح لدوري يطلع لافريقيا، ده اتعود عليه خلاص بقى موجود في الدم، لكن الفتره دي والموسم ده مختلف، خصوصا كمان الانديه في المغرب اختلف شكلها وادائها وكمان شخصيتها في القاره بقى لها فتره، فبرايك الاهلي محتاج ايه عشان يقدر يحافظ على ثباته ويقدر يحافظ على حضوره خصوصا بعد سموحه عنده رجاء؟ بص، النادي الاهلي مركز تركيز قوي جدا السنه دي بان هو يقدر يجمع اكبر عدد من البطولات اللي هو داخل فيها. عندك مباراه سموحه، التركيز طبعا انت عارف النادي الاهلي بيركز من مباراه لمباراه او بطوله لبطوله، هيخلص مباراه سموحه ان شاء الله هيفكر بقى يخش على موقعه الرجاء، لان فرقه برضه زي ما انت قلت فرقه الرجاء والجمهور المغربي مباراه صعبه جدا جدا جدا. النادي الاهلي زي ما بنقول زعيم افريقيا، لعبته وخبرات لعبته في بطوله افريقيا منجحها على اي فريق، لكن انا شايف المباراه صعبه جدا لان احنا هنلعب اول مباراه على ملعبنا بسبب ان احنا خدنا المركز الثاني في المجموعه، لكن النادي الاهلي قادر ولاعيبته قادرين ان شاء الله يوصلوا زي الثلاث اربع سنين اللي فاتوا للمباراه النهائيه، وان شاء الله التوفيق يكون لصالحهم. لكن انت اي فرقه لما بتعمل مجهود كبير وتقدر توصل المباراه النهائيه، انت بقى ونصيبك في وقت من الاوقات التوفيق والحظ، بالتاكيد يا اما تاخد البطوله يا اما ما تاخدش البطوله، لكن النادي الاهلي قادر ان هو يوصل المباراه النهائيه، على الاقل مباراه صعبه جدا جدا طبعا مع الرجاء، لكن ان شاء الله قادرين وتحطينا في موقف قد دي كتير زي ما قلنا خبرات لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله ان هو يعدوا على اي مرحله باذن الله. كابتن احمد انا كنت سعيد انك كنت معانا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا.